هناخد النهاردة تشريح الجمبري. أول حاجة هناخدها الزوايد بتاعة الجمبري. اول حاجة يا شباب هنطلعها بنمسك المقص. احنا في التشريح كله بنستخدم الفورسيبس، بس اول زائدة عندي بجيبها من ورا لقدام، يبقى بمسك المقص وبقطع الزائدة كالآتي. الزائدة يا شباب اسمها ايه؟ اسمها اليوروبوت ملتصقة بالتسلون التلسون، اسمها بالعربي الرجلان الزيليتان والعجب. بنفردها كده ونحطها على اول مكان انا عاملاه في المربعات بتاعتي. بعد كده يا شباب نمسك بقى الفورسيبس. اول زائدة انا هتكلم فيها وهطلعها اللي هي رجل العوم. رجل العوم يا شباب زي ما انتم شايفين اتنين قدام بعض كده، انا هطلع الاتنين وماشي. ممكن نحط الاتنين عادي او نحط واحدة بس كفاية. زي ما انتم شايفين يا شباب شكلها كده، اسمها البليوبول او رجل العوم. طيب هي الزائدة دي واحدة بس؟ قالك لأ، هي أربع أزواج، يبقى هنطلع كمان يا شباب ثلاث أزواج. الزوج التاني هناخد برضو واحدة بس، نفصلهم كده عن بعض ونقوم حاطينهم في الخانة بتاعتهم. بعد كده هنطلع الزوج اللي بعديه، هو بيبقى أكبر شوية في الحجم بس نفس الشكل، برضو بنفصل لوحده كده. الزوج يا شباب اللي بعديه برضو الزائدة رقم 16، 16 برضو اتنين، هناخد واحدة بس هي رجل العوم اللي هي رجل العوم. بعد كده يا شباب الزائدة الجاية دي في منتهى الأهمية. ليه؟ لأنها بتحدد النوع بتاع الكائن اللي هو الزائدة رقم 15، بنقول عليها بالجونوبود. بنعرف الذكر والأنثى منين يا شباب؟ الذكر بيبقوا الزائدتين متصلين ببعض، إنما دي زي ما انتوا شايفين الاتنين منفصلين عن بعض، يبقى دي فيميل. يبقى أنا هاخد واحدة برضو وأحطها في الخانة بتاعتها. نروح بعد كده للزائدة رقم 14. الزائدة رقم 14 اسمها ايه؟ اسمها البريبول. البريبول بتبقى شكلها كده، رجل المشي اللي هي رجل المشي. برضو بنفصل الاتنين عن بعض وبناخد واحدة بس. هادي يا شباب شكلها. بعد كده في زوج كمان منها برضو بيبقى نفس الشكل، يبقى بناخد برضو واحدة منه. بعد كده الزوج رقم 12 اسمه الكلي بيد. الكلي بيد دي اللي هي الأرجل الكلابية، بتبقى ثلاث أزواج، تبقى شبه الأرجل المشي بس بس ايه، بتنتهي بالكلاب. بتنتهي بالكلاب. هنفصل الكلاب يا شباب، ادي لو مسكناه اهو وفتحناه بالمقص علشان تشوفوه، برضو بنلاقي شكله كده. ادي يا شباب المقص اتفصل اهو، ادي يا شباب الكلاب اهو، ده اللي بيميزها عن البريوبو. في زوج كمان برضو من الكلي بيت دي ادي يا شباب الزوج ده بيبقى زيه بس اكبر في الحجم شويه. ادي برضو باينه قوي اهي اهي يا شباب. في كمان برضو زوج، احنا قلنا ان هما ثلاث ازواج، تمام. برضو بنفصل الاتنين وبناخد واحد. ادي يا شباب برضو ادي الكلاب اهو، واضح جدا. بعد كده بقى هنروح للزائدة رقم 9 اللي هي بنقول عليها الثيرد ماكزيلي بيد، اللي هي الرجل الفكية الثالثة.
ده شكلها يا شباب. الرجل الفكية الثالثة، الرجل الفكية الثالثة ادي شكلها هي يا شباب، جزء طويل والجزء الثاني قصير. بعد كده هنروح للفكية الثانية اللي هي السكند ماكسيلي بير، دي برضو ثواني نشيل دي، دي برضو زي دي بالظبط، بس بتتميز بايه؟ بوجود تيل في الاخر، التيل ده بيبقى متني بالشكل ده، هطلعها لكم تشوفوها. نفس الزوج واحد هوريها لكم، ادي الجزء المتني اهو. ازاي ده شيء؟ هي يا شباب ادي الزوج المتني اهو. تمام كده واضحة؟ نروح بعد كده للفيرست ماكسيلي باد اللي هي الفكية الأولى. الفكية الأولى بتبقى مش واضحة خالص، بتبقى صغيرة جدا، فهنحاول نطلعها، نحاول ما نخلطش ما بينها وما بين اللي بعديها علشان هما صغيرين جدا. هي يا شباب هي بتبقى كبيرة شوية كده من النص، حجمها كبير ونازلة بتاني. نروح بقى للزائدة اللي بعد كده اللي هي بتجنن الكل، عشان اشوفها هشيل الكربس، هشيل القشرة اللي بتغطي الجمبري من بره. نحاول نفصلهم لانهم بيبقوا نايمين لقدام كده، ادي ادي الزائدة اهي. لسه مطلعتش. الجمبريه دي مهريه من هنا خالص، ممكن نجيبها هنا نكمل. وادي طلعناه اللي هو الفك، المجزلة اللي هي الفك. فرق بينها وبين الفكيك رجل الفكية الأولى، الفك ده اللي هو اللي حجمه كبير، الفكيك اللي هو الماكس ديول اللي هو بيبقى حجمه صغير شوية. بعد كده الفكيك بقى، ادي الماكس ديول. بعد كده يا شباب رحنا بقى ل المندب، المندب اللي هو اللح، اللح ده وظيفته بيعمل جرايدنج للطعام، بيطحن الطعام، بيبقى شكله كده. كده يا شباب فاضل لنا ثلاث زوائد، الانتنة، ودي زي ما انتم شايفين كده بيطلع منها قطاف كبير كده او طويل، ده مكسور، خلينا في التاني هنطلعه مظبوط علشان يطلع سليم كله معايا. بعد كده يا شباب هنطلع بقى الانتنيول،
الفايلين. ده شكله اللي هو عند الاي من بره كده، ادي الانتي نيو. واخر حاجه يا شباب عندنا اللي هي الاي. وبكده نكون خلصنا تشريح الجمبري، الشكل الخارجي بتاعه او الزوائد الخارجيه بتاعته.